كنشكر بزاف الحاج فوزي اللي انا ما لقيتش الحنان في الاب ديالي لقيتو في الحاج فوزي واللي كيحضرني كنحس بالاب ديالي كنشكركم كاع اللي كيساعدونا حنا كندعو معاهم ليل ونهار واخا ما كنعرفوهمش كندعو معاهم وكنشكر الاطباء فوزي وبسيلة الدكتور فوزي مصطفى فوزي رئيس مؤسسة أمل لمساعدة مرضى القصور الكلوي والأعمال الاجتماعية. فهذه المبادرة الحمد لله جات مع ما حسبناش لها، جات مع الذكرى العاشرة أو 10 سنوات من الخدمة في هذا المجال ديال الدياليز أو تصفية الدم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. الحمد لله قلنا جات هذه المبادرة بشراكة مع جمعية صداقة ورياضة، واختارينا الأطفال والوليدات الصغار اللي عندنا اللي فاق العدد ديالهم 41 طفل، 10 منهم تيديروا الدياليز في ديورهم، ما يسمى بالدياليز بيريتونيال. الحمد لله كانت هذه المبادره باش نفرحوهم ونقصوا عليهم شويه ديال المعاناه والحرمان، لان وليدات ما تيلعبوش ما تيديروش داكشي اللي تيديروا الاطفال. الحمد لله حنا نقصنا تنقصوا مره بهذه المبادرات خرجات استكشافيه او استطلاعيه، تنخرجوهم ترفيهيه، تنخرجوهم شويه باش ينقصوهم ديك المعاناه. لان معاناه ديال الدياليز 4 ساعات حتى 5 ساعات 3 المرات في الأسبوع صعيبة شوية. شو الإكراهات ديالكم؟ إكراهات بالنسبة للطفل، الطفل خصو يتخاد بتحمل كامل، بريزون شارج توتال، لأنه هو بالذات هو راه معاناة بالنسبة للعائلة ديالو، لأن كل العائلة كلها موقفة على قبل هذاك الوليد. الحل الوحيد هو الزرع، الزرع باقي ما وصلناش لهذيك المقاربة الكبيرة اللي تشاركوا فيها الجميع من فاعلين اجتماعيين، وزارة الصحة، جماعات ترابية، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي هي اللي فتحات هذه المراكز. فخص كل شيء يرد البال لهذ الوليدات، لأن هذو وليداتنا وما غاديش نخليهم يضيعوا، لأن لحمنا ودمنا وهذا الوجه ديال بلادنا. سيدنا الله ينصرو في كل زيارة تيوصي على هاد الوليدات بالعطف ديالو بالحنان ديالو، تيوصي عليهم وصية كبيرة. فعلى الناس اللي داخلين في هاد الشيء ديال الإدارة الصحية في البلاد أنه يدوزوا الكاميرا لهاد الوليدات، لا هادو لا ديال السرطان، لأن الأدوية غالية بزاف. حتى إلا بغينا نديرو الزرع هاد الوليدات خصهم مصروف ديال الشهر اللي غلا من تصفية الدم، وهذا هو اللي تيحبدوا الأب. إلا جينا بالنسبة للأدوية راه من تقريبا إلا دار زرع الكلية وعطاها لي با عنده ما بين 5000 حتى 10000 درهم في الشهر، وصعيبة صعيبة بزاف. تيقول لك اللهم ولدي بقى يدير الدياليز وأنا ما نقدرش نتحمل هذاك المسؤولية ديالو. فالحمد لله احنا في هذه 10 سنوات احنا فاق العدد ديال المرضى اللي عندنا 720 مريض، خاصنا مازال الدعم ودعم كبير. سيدنا الله ينصرو عاطينا الدعم ديالو المعنوي المادي، ولكن خاص الفاعلين في كل مدينه حطينا فيها مركز خصهم يخدموا الخدمه ديالهم، واتمنى ان يسمعوا هذا النداء، لان هذا مرض راه ماشي ديال احنا، ماشي بحال الجمعيات الاخرين عندهم عمليات محدوده في الزمن محدوده في الوقت. حنا راه اللي دخل عندنا مريض خص يبقى التحمل ديالو الى حين وفاته، واللي شد شي كرسي ما تقدرش تنزلو منه. فنتمنوا من الله ان المسؤولين على الاداره الترابيه في المغرب وعلى المستوى وزاره الصحه ان يوجهوا الكاميرات ديالهم لينا ويشوفوا شنو المعاناه اللي تنعانيو منها. المبادره عطاتنا البرينسيب، عطاتنا لوتي، ورخص المقاربة التشاركية ديال جميع الفاعلين، وهذا الشيء اللي جات به المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. عن قريب متوجين
متواجدين بالصحة وبالعافية، متواجدين بالصحة وبالعافية، والتتويج باش يكون تكون ميداليات، ميداليات ذهبية. أنا اتفقت مع اللجنة المنظمة ومع الإخوان الحاضرين أن هاد الوليدات غادي نتوجوا في هذا السباق اللي هما تيقوموا به، يعني في مواجهة هذا المرض غادي نختموا هذا الحفل يعني بميداليات. فغادي نطلب من الإخوان والأطفال كلهم اللي حاضرين هنايا باش غادي يدوزوا عند السيدة العاملة والسيد رئيس مؤسسة أمل باش ياخذوا الميداليات ديالهم، انا اولا اصلا ولد بنمسيك، ومني كنسمع شي حاجه في بنمسيك تيخصني نحضر بها، وشي غير في بنمسيك وانما في المغرب كله، خصوصا المبادرات بحال هذه، لان هذا المركز هذا تقريبا 700 طفل او مريض اللي كيتعالجوا فيه، وهذا المرض صعيب شويه لانه مرض مزمن اللي هو القصر في الكلاوي، والوليدات الصغار تيكون عندهم دائما واحد لي دول، تيكون عندهم حلم، فاحنا كنجيو على الاقل باش نعطيهم البسمه ونوريهم ان هذا المرض ما يوقفش عائق من تحقيق الامال ديالهم وتحقيق مستقبل اللي غيكون مهم في المجتمع. بان هذه البادره جد ممتازة بالنسبة لهذا المركز اللي كيحتوي على عدد كبير من الأطفال المرضين مرض مزمن، فلهذا يعني جمعية رياضة وصداقة مع السيد الرئيس ديال هذا السنتر كنحييو فيهم هذه البادرة الجميلة اللي عطات واحد دفعة قوية لهذا الوليدات الصغار باش يكونوا إن شاء الله، ونطلبوا من الله أنه يشافيهم في المستقبل القريب إن شاء الله. محمد حبه، انا شي رقمي تزاديت وانا في ديال المر ديال اش دياليس. شحال عندك دابا مسال؟ عندي 13 عام. انت ارتحتي هنايا؟ انت جيتي ما قلتش انت جيتي هنا؟ لا شحال شي راه من مي تزاديت. مين جيتي من البلاطه؟ رأس العين. ها؟ رأس العين. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أسامة الصابيع، عندي 14 عام، كندير دياليز في جمعية الأمل، وكنطلب من المحسنين يزرعون لنا شي كلوة باش ما حيت ضيع عليا القراية، ضيع عليا المستقبل، ضيع عليا كلشي، كنطلب من المحسنين يتعاونوا معانا باش مابقاش ندير تصفية الدم. صافي صافي. أنا كنقرا وضاع على قبل ديريز، ضاع لي 5 سنين حق علي، انا دابا التاسعه وكنقرا دابا انا في الرابع. السلام عليكم ورحمه الله. الدري الاول كان يدير دياليز، كانت عنده 15 عام، دار دياليز عامين وتوفى من مصاريف ما كايناش، من كان يصفي خاصو 3 حصص، كندير ليها حصه وحده في الكلينيك، ومسكين مات وفى الله يرحمه. الاول كنت كتعالجي في كلينيك؟ الاول كنت نتعالج في كلينيك، كان يصفي في الدياليز كنخلص عليه. كنت كتجيبي وكان يتعاون معايا على الناس، مره باه يلقط خدامه في المارشي يلقط باش يجمع لي ديك الحصه، مره ما كيلقاش كيبقى الدري خاصو 3 حصص كيصفيها حصه وحده. توفى مسكين من قلة التصفية ومقلة الدواء ومن داك الشيء، توفى طلع ليه البوتاسيوم وخانقوا داك الشيء. وهاد الوليد تا هو تمحلنا معاه في الاول ملي عرفناه مريض وداك الشيء، وجبناه الجمعية، بقى متبع شحال هو متبع الدكتورة السلامي، وبقينا شحال مصاريف والدواء والبراوات وداك الشيء، وحنا نسقت الخبر لهاد الجمعية كتعاون معاهم وجبته لهنا الله يجازيهم بخير. بعض المرات كيتعاونوا معاه بالبراوات وبالتصفية ما كنخلص، والحمد لله هاد المحسنين الله يزيد في احسانهم، ونطلب منهم يتعاونوا معنا، لا كاين شي معاونه، يتعاونوا معنا في الزرع الكليه ويوقفوا معنا، الله اللي خلصهم ومن الله مع المحسنين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي، ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.